السؤال الثالث في الأمثلة الشعبية. منطقتي إن شاء الله سهل. ملعب ودي ملعبه. أكمل المثل الآتي: جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش منديل يمشي. يمشي كرسي يمشي. هو في كرسي بيمشي؟ أبو عاكر ده أنا هستعمله بعد الحلقة دي بعد الشر. ثلاثة مكان، أربعة مطرح. منديل. جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش منديل. طب يعني هي ما تمشيش جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح؟ لا بعيد بعيد. المطرح ده أساسا اللي هيحتاجه شاب أعزب أو مراهق وبنسميه المكنة. مكنة إيه يا سيدي؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا على الهوا. مكنة إيه؟